ملف في منتهى الاهميه. ولو حضراتكم بتتابعونا بصفه مستمره اكيد هتلاقوا ان احنا مفيش اسبوع على الاقل او بالكتير قوي اسبوعين غير لما يكون معانا ضيف كريم من ذوي الهمم. بنتكلم دايما عن اهميه دمج ذوي الهمم في المجتمع المصري كما يستحقه. بالمناسبه ده مش تفضل من المجتمع، هم جزء رئيسي واساسي ومحترم جدا من اي مجتمع بيتواجدوا فيه، فده مش تفضل من المجتمع. المهم هنروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم مهرجان رياضي بمشاركه ابطال الفروسيه بالاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه، طبعا بالتعاون مع نادي الفروسيه بالجزيره. مهرجان شارك فيه عدد كبير من اللاعبين كلهم من المصنفين في رياضة الفروسية في مختلف مسابقاتها سواء في الترويض أو في القفز. وزي ما قلنا الهدف من هذا المهرجان هو دمج ذوي الهمم مع المجتمع من أجل الاستفادة من مهاراتهم وتطوير هذه المهارات. وطبعا كل الكلام اللي بيتقال ده ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بهذه الفئة المحترمة من المجتمع المصري. هنتعرف على تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. اتفضل. المهرجان الأول اللي بنعمله لهذا النشاط الجميل الملائكي وهو لذوي الهمم، نشاط فروسية فقط المرة دي. والمهرجان ده اقتصر المرة دي على الفروسية بس على أساس أن هذا النادي تخصصه فروسية، ولكن إن شاء الله المهرجانات القادمة هتكون بتجمع وبتستقبل الرياضات الأخرى لهؤلاء الملائكة الجمال. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من الفرسان مهمة قوي، إظهار قدراتهم للمجتمع في رياضة صعبة زي رياضة الفروسية مهمة قوي. الاتحاد المصري هو يمكن من أوائل الاتحاد، إذا ما كانش هو أول اتحاد على مستوى العالم بيعمل بطولات رسمية لأولادنا من ذوي الهمم. عندنا بطولة جمهورية وبطولة كاس، هي رياضة مهمة ورياضة صعبة. بتمنى من كل النوادي الاقي، ويمكن النادي الاهلي كان سباق الحقيقه في استضافتنا اكتر من مره، بس اتمنى النهارده لما نادي الاهلي يعمل بطوله سباحه جمهوريه او اتحاد السباحه يعمل او كده، ان احنا دايما نلاقي دعوات من الانديه لاولادنا حتى لو جزء صغير منهم، ليحصل دمج ما بينهم وبين اقرانهم من غير ذوي الاعاقه. ده المهرجان الاول في جمهوريه مصر العربيه لذوي الهمم، ونادي الفروسيه بيشرف ان هو كان له السبق في هذا الحدث. هو مهرجان كبير جدا الحمد لله رب العالمين. انا بسميه ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا كلنا مهتمين بالكلام ده طبعا، وعلى راسنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مهتم بالملف ده جدا، فبالتالي احنا عندنا يعني ملف كبير قوي ان شاء الله على عاتقنا. ابتدينا تدريب واحدة واحدة، كان مصطفى الحمد لله كان قطع شوط طويل الأول في البرايفت، إنما هنا جينا كملنا لغاية ما وصلنا لمرحلة إنه ابتدى يتمرن مع نورمال، ابتدى يوصل لمرحلة القفز، ابتدى يتحسن في مستواه أكتر وأكتر كل شوية يعني. فدي اللي أسعدتني، لأنه مهما كان البرايفت كان لوحده بشكل فردي. بلعب كتير قوي فروسية، بلعب كتير قوي خمسة فروسية قوية كده، زوطة فحانة. يعني نفسي بقى نفسي أشارك كده إن شاء الله كده إن شاء الله كده، نفسي بس أطلع كل طاقتي كلها على الفرس، وبرضو احكم الحصان يعني يعني ظهرك قدام ووشك وشك قدام وعامل ووج وكانتين ولانش وايه والقفز. اخدت بطولات قبل كده، خدت بطوله في حرس جمهوري، خدته كام مره، وخدت في اسكندريه، وخدت في الاولمبياد كمان. وعايز اقول لك ان انا مبسوط جدا جدا لما اخش بطولات، وبستمتع كمان بركوب الخيل. مفيش حاجه صعبه فيها، بس يعني يعني ايه اتعلمت يعني الصبر، واتعلمت يعني كل حاجه يعني المدرب حتى بيقول لي لما تضرب ضربه خفيفه هيمشي معاك ايه خفيف، لكن لو ضربه تقيله هيمشي معاك ويطوع. فئة
موجوده في مجتمعنا وفئه كانت زمان معلش هنقول مهمشه، ولكن دلوقتي وتحديدا منذ دستور 2014 لقت الدعم يعني الحقيقي والحقوق اللي هي بقى ترسخت في هذا الدستور، في حاجه كانت قمه الاحترام. وفكره كمان هنا ان هم لهم مش بس مشاركه سياسيه وحقوق اجتماعيه، لا كمان انت بتتكلم انك عايز تشركهم رياضيا، فدي حاجه اعتقد حلوه جدا. وزي ما احنا شفنا المبادرات المختلفه وتحديدا من النادي الاهلي يعني حاجه في قمه الاحترام. طيب هل التقرير اللي فات ده بس الجهود الخاصه بالنادي الاهلي لدعم هذه الفئه؟ اكيد لا، احنا معانا كمان